بسم الله الرحمن الرحيم. The RLC circuits. The RLC circuits consist of resistors and inductors and capacitors with or without power supply. إذا كان موصول معها power supply راح أسميها driven RLC circuit. إذا ما كان موصول معها power supply راح أسميها source free RLC circuit. Now the source free RLC circuit بنقسمها لقسمين، إما إنها تكون parallel أو parallel circuit or series circuit. Parallel circuit بكون موصول الاندكتر والكباستر والريزيسترز بارلل مع بعضهم، في حين ان السيريز بكون موصولين سيريز على التوالي موصولات مع بعضهم، الاندكتر والكباستر والريزيسترز. نبدا بالحاله الاولى، ذا سورس فري بارلل سيركت. عندي هاي السيركت راح اسمي هاي النود في. هاي النود راح اخذها كريفرنس، هذا الريفرنس تبعي. راح اطبق قاعده كي سي ال عند هاي النقطه، مجموع التيارات الداخلي يساوي مجموع التيارات الخارجه. V over R زائد 1 على L التكامل من T نود إلى T V DT برايم ناقص IT نود زائد CD V over DT equal to 0. أشتق هاي المعادلة كاملة بالنسبة لT، راح تكون عندي DV over DT ضرب R زائد مشتقة التكامل راح يعطيني V over L مشتقة الثابت يساوي 0 زائد C المشتقة الثانية دي تي برايم دي في برايم اوفر دي تي برايم. ناو هاي معادلة عندي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، اعيد كتابتها اكتبها بهاي الطريقة، سي دي برايم في اوفر دي تي برايم زائد 1 على ار دي في اوفر دي تي زائد في اوفر ال ايكوال تو زيرو. نكتب الكاركترستيك اوكيجن لهاي المعادلة، راح تكون سي في اس تربيع زائد S over R زائد 1 over L equal to 0. الكاركترستيك اوكيجن كيف بكتبها؟ عندي انا بشتق بالنسبة بشتق فيه بالنسبة ل T، بالتالي باخذ المعامل باخذه مثل ما هو C. مشتقة ثانية إذا S تربيع زائد 1 على R هذا الثابت، بشتق V بالنسبة ل T مشتقة أولى، إذا باخذ S وبضربها بواحد على R زائد V نفسها باخذها كواحد، 1 over L يساوي 0. هاي هي الكاركترستيك اوكيجن لهاي الديفرنشال اوكيجن. ناو عشان اطلع اس 1 واس 2، راح تكون اس 1 تساوي بعد ما احل هاي على القانون العام، سالب 1 اوفر 2 ار سي زائد جذر 1 اوفر 2 ار سي تربيع ناقص 1 اوفر ال سي. اس 2 يساوي سالب 1 اوفر 2 ار سي ماينس، هون بلس هون ماينس، تحت الجذر 1 over 2 RC square ناقص 1 over LC. الآن V1 يساوي A1 E S1 T، V2 A2 E to the power S2 T. هذا هو حل المعادلة التفاضلية. بقول V1 الحل الأول يساوي A1، عندي طبعا هون حلين، حلين كونها second order، راح يكون الحلين A1 e to the power s1 t، هذا الحل الاول. a1 راح يكون ثابت، هذا ثابت وتشوف القيم، راح احاول اطلع قيمته، و s1 بطلعها من هاي العلاقه. v2 تساوي a2، a2 ايضا هذا ثابت راح اطلعه من الانيشال كونديشن او من الفاينل كونديشن، e to the power s2 t. الاس2 هاي هي علاقتها. اذا بتصفي المعادله النهائيه الكومبليت ريسبونس لها، v of t يساوي a1 e s1 t plus a2 e to the power s2 t. الآن S1 and S2 هي قيم ثابتة دائما للبارلل RLC free source circuit، راح تكون سالب 1 over 2 RC زائد ناقص تحت الجذر 1 over 2 RC تربيع ناقص 1 over LC. هسا خلينا نعرف ألفا تساوي 1 over 2 RC. ألفا راح نسميها نيبر فريكونسي، ألفا نيبر فريكونسي تساوي 1 over 2 RC، وراح نسميها ايضا exponentially damping coefficient اللي هي هاي، وايضا هي جذر هاي القيمة، جذر هاي القيمة هو بيعبر لي عن النبر فريكونسي الفا. اوميجا نود راح نعرف اوميجا نود تساوي 1 اوفر جذر ال ال سي، يعني 1 اوفر تحت الجذر لهاي القيمة، تحت الجذر لهاي القيمة 1 اوفر ال سي، راح اسميها ريزونانت فريكونسي.
وراح اعرف ايضا S1 and S2. لو اعدنا كتابة S1 and S2 راح تكون سالب الفا زائد ناقص الفا تربيع ناقص اوميجا نود تربيع، كلها راح اسميها complex frequency. ناخذ الكيسز للفريكوانسيز، للريزونانت فريكوانسي وللنبر فريكوانسي وللكومبلكس فريكوانسي. لو كانت عندي الفا نبر فريكوانسي اكبر من اوميجا نود الريزونانس فريكوانسي، اذا كانت عندي الفا اكبر من اوميجا نود S1 and S2 is real number and two different value. يعني نرجع لعلاقة S1 and S2، سالب الفا هاي قيمة ريال طبعا، الفا اكبر من اوميجا نود، اذا تحت الجذر راح تكون قيمة موجبة. طالما انه تحت الجذر قيمة موجبة، اذا راح يطلع عندي هنا ريال نمبر، اذا سالب الفا زائد ناقص رقم معين راح تطلع عندي قيمتين مختلفتين، مرة S1 تساوي سالب الفا زائد هذا الرقم، ومرة S2 تساوي سالب الفا ناقص هذا الرقم. اذا S1 وS2 قيمتين حقيقيتين ومختلفتين. هاي الحالة راح اسميها اوفر دامد ريسبونس، وراح اعرف V of T تساوي A1 e to the power s1 t زائد a2 e to the power s2 t. دائما هاي هي راح تكون v of t لحالة ال over damped response لما تكون الفا اكبر من اوميجا نود. الحالة الثانية الفا equal to اوميجا نود، بهاي الحالة s1 and s2 equal to minus alpha. لو رجعنا لعلاقة s1 and s2 راح تكون سالب الفا زائد ناقص الفا ايكوال تو اوميجا نوت، اذا الفا تربيع ايكوال تو اوميجا نوت تربيع، الفا تربيع ناقص اوميجا نوت تربيع يساوي صفر. اذا S1 and S2 ايكوال تو سالب الفا زائد ناقص صفر، اذا تساوي سالب الفا. اذا في عندي قيمة S1 و S2 راح تكون عبارة عن ريال نمبر لكنها ريبيتد، S1 ايكوال تو S2. هاي الحالة راح اسميها كريتيكالي دامد ريسبونس. بكون عندي مثل ما تعلمنا بديفرنشال اوكيجن V of T equal to E اس ماينس الفا T في A1 T زائد A2. هذا هو راح يكون حل الديفرنشال اوكيجن، وراح تكون هاي هي قيمة V of T دائما في حالة الكريتيكال دامب لما يكون عندي الفا equal to اوميجا نود. الآن الحالة الثالثة، لو كان عندي الفا اقل من اوميجا نود راح يكون S1 and S2 complex. لو رجعنا للعلاقة S1 and S2 سالب الفا زائد ناقص تحت الجذر الفا تربيع ناقص اوميجا نوت تربيع، الفا اقل من اوميجا نوت تربيع اقل من اوميجا نوت، اذا الفا تربيع اقل من اوميجا نوت تربيع، تحت الجذر قيمة سالبة. طالما انه تحت الجذر قيمة سالبة راح يكون عندي سالب الفا زائد ناقص جي في تحت الجذر اوميجا نوت تربيع ناقص الفا تربيع، هاي هي قيمة S1 and S2. هاي الحالة راح أسميها under damped response. لما يكون عندي ألفا أقل من أوميجا نود هاي الحالة بسميها under damped response، بتكون قيمة S1 and S2 هاي هي قيمة سالب ألفا زائد ناقص جي، جي اللي هي الإيماجينري اللي هي I أحيانا نعرفها، وبالكهرباء دائما بنعرفها جي، تحت الجذر أوميجا نود تربيع ناقص ألفا تربيع. تحت اوميجا نوت تربيع ناقص الفا تربيع تحت الجذر راح اسميها ناتشورال ريزونانت فريكوانسي واسميها اوميجا دي. اذا S1 and S2 ايكوال تو ماينس الفا زائد ناقص جي اوميجا دي. في اوف تي راح تكون هنا اي اس ماينس الفا تي في A1 كوساين اوميجا دي، هاي هي كوساين اوميجا دي تحت الجذر كامل، اي اس ماينس الفا تي في A1 كوساين اوميجا تي اوميجا دي تي زائد A2 ساين اوميجا دي تي.